السلام عليكم. الكثير يكون عنده شكوك لما يقوم ببيع الجهاز حقه القديم، ولا يعطيه لشخص هدية، ولا أي سبب، أي حاجة. أهم حاجة إنه يكون عنده شكوك لصور الحاجات القديمة اللي موجود عنده يتم استرجاعها. طبعا أنا كنت عندي نفس التخوف هذا، وعندي جهاز قديم أنا حاليا بفكر أبيعه. بس قبل ما أفكر أبيعه، كيف بتأكد إن الصور وهذه ما بترجع؟ اليوم بجيب لكم الطريقة الصحيحة لكي نحذف الحاجات اللي موجودة في الجهاز، وبعدين نقوم بتجربة التطبيقات اللي نزلناها لاستعادة الصور، هل بتسترجع الصور ولا لا؟ دعوني أجرب لكم اليوم الفكرة هذه، وأقوم بتجربة الفكرة هذه كامل. هذا الجهاز القديم طبعا، إذا أردت حذف الأشياء كامل، طبعا أنا حاليا أريد أن أحذف كل حاجة في الجهاز، سواء كنت ببيعه ولا بأركنه ولا بسوي له أي شيء، كيف بحذف الأشياء حذف نهائي؟ ما ترجع لي حتى لو استخدمت أي تطبيق من تطبيقات استعادة الصور ما ترجع. الطريقة بسيطة. بعد ما احذف الاشياء كامل من داخل الاستوديو، من الملفات، من كل شيء، واحذف البرامج واحذف كل شيء، اذهب لتطبيق الكاميرا. طبعا هذا اسهل شيء، تطبيق الكاميرا. في حاجات ثانيه من غير تطبيق الكاميرا نستطيع مثلا نعبي الذاكره، نعبيها حاجات، فيديوهات، ننزلها من المقاطع، من الفيديو، من اليوتيوب، من اي مكان. احنا ما اجينا احنا نملي الذاكره فل. انا ذهبت للكاميرا، بعدين ذهبت للاعدادات هنا، واخترت هنا عندي دقة الفيديو اللي أعلى شيء علشان تتعبى بسرعة. بعدين خلت الجوال يصور من نفسه، يصور كذا حاجة فاضية من غير أي حاجة زي كذا، خليته يصور. لما اكتملت التصوير طبعا أكثر شيء كان يصور عندي 10 دقائق، بعدين يتوقف. وبعدين ذهبت لنفس الاستديو. هنا عندي في الاستديو طبعا هذا ملف واحد قمت بتصويره، بعدين قمت بنسخ الملفات هذه كامل. طبعا نفسه واحد كان، بعدين نسخت منه 2، بعدين 3، بعدين 4، حتى اصبحوا 10. بعدين بعد ما اصبحوا 10 كان في ملف واحد هنا، بعدين اعمل نسخ وانسخهم على مجلد جديد، اعمل هنا مجلد جديد، بعدين اعمل لهم نسخ هنا. طبعا انتظر لما ينتسخوا. طبعا مليت الجوال لما الذاكره مليان، وبعدين بعد ما مليت الذاكره لما قد مليان حذفتهم كلهم. بعد ما حذفتهم كلهم رحت نزلت التطبيقات هذه، استعادة البيانات، استعادة الصور، استعادة الملفات، كل هذه التطبيقات نزلتها. لما بعد ما نزلت التطبيقات هذه رحت اختبرها، تقدر ترجع لي فيديوهات ولا حاجة واجرب. طبعا ما بجرب تطبيق ولا اثنين، بجربهم كلهم. اي تطبيق بيخطر في بالي ولا ببحث عنه ولا ابحث عنه تجربة ولا شيء لازم اجربه. هنا كما تشاهدون هذا التطبيق، اروح هنا اعمل له ابدأ. طبعا هنا الماسح الضوئي العمياء بختاره واخليه يبحث لي عن الصور. طبعا كما تشاهدون هنا جاب لي الحاجات هذه، هذه اللي صورتها فيديو وحذفتها. بعد المرة الثانية بعد ما حذفت الاشياء الاساسية اللي عندي، صورت هذه كلها ومليت الجوال بهذه، بعدين حذفتها. حاليا بعد ما حذفتها جابها هنا رجعها، بس الحاجات القديمة اللي فيها الصور الشخصية وهذا ما رجعت. هنا حاولت استرجع الحاجات اللي قبل هذه ما رجعت. طبعا هي نفس الطريقة هذه، إذا أردنا حذف الأشياء الخاصة بنا في أي جوال بنحذفها أول مرة حذف كامل، بعدين نملي الذاكرة، نمليها فيديوهات، نمليها تصوير، نمليها أي شيء، ما في له خصوصية، ما في له أي شيء. بعد ما نمليها كل حاجة خلاص نحذفها مرة ثانية، تتعبى الذاكرة حاجات فارغة، حاجات فاضية، بعدين نحذفها خلاص. بعدين التطبيقات حق الاسترجاع كلها نفس هذه، ترجع لنا الحاجات اللي صورناها الأخيرة قبل الحذف. مش الحاجات الأساسية اللي عندنا فيها خصوصية، حاجات احنا صورناها بالعنية. طبعا هذا تطبيق ثاني، يعني ما بكتفي بتجربة تطبيق واحد، جربت تطبيق 2 3 4 تطبيقات، كل التطبيقات جربتها. هنا كمان تشاهدون هذا التطبيق بيجيب لي إعلانات، بعمل له تخطي هنا، بختار اللغة، بعمل أوكي، بعمل هنا تخطي. بعدين هنا كمان تشاهدون هنا أنا ببحث عن الصور ما ببحث عن الفيديوهات، بجرب لانه انا اخر شيء سجلت فيديوهات ما سجلت صور. بعدين اعمل اغلاق، انتظر. طبعا التطبيق هذا معلق، هذا على النت فقط، ما هو تطبيق رسمي، فراح اجرب غيره. بجرب هذا. الحين كما تشاهدون ببحث عن الصور وانتظر. طبعا الملفات الاخيره اللي انا سجلتها وحذفتها كلها فيديوهات، ما سجلت صور ولا شيء، بس أنا بحاول أسترجع الصور اللي كانت موجودة معي. كان معي أكثر من 20,000 صورة موجودة في الجهاز وحذفتها كامل، وبعدين نزلت الفيديوهات هذه. كما تشاهدون هنا نفس الشيء، الفيديوهات اللي أنا سجلتها بالعنية علشان شو اسمه،
أملي الذاكرة وبعدين أحذفها. هذه فيديوهات فارغة ما فيها أي شيء، بس طرحت الجوال كذا فوق الطاولة ويصور فقط، ما في أي حاجة. هنا كمان شايف إذا عملت استرداد لأي صورة مثلا، بروح نفس الصورة وأشوف هل أنت راضي عن البرنامج، ما علي من هذا، بروح أشوف الصورة اللي استرجعها إيش هي. هنا لازال ينسخ هذا، بعمل له إلغاء. هنا كما تشاهدون هذه الصورة اللي استرجعها لي، نفس صورة الفيديو اللي كنت بصورها، نفس الفيديوهات هذه، نفس الفيديوهات هذه، أنا فقط طرحت الجوال كذا يصور، فقط فيديو فارغ ما في أي محتوى، بس علشان أملي الذاكرة. وهذا التطبيق الخامس بقوم برضو بجربه، انتظر. كلها نفس النتيجة. هنا جلالات المخفية قال يعني الكل، هل ترى في ظهر الصورة المصغرة ظهر عادي. هنا كما تشاهدون نفس التطبيقات، نفس الصور اللي كانت موجودة معي، ما في ولا حاجة جديدة ولا حاجة إضافية، كلها نفس الصور، كلها نفس التطبيق، التطبيقات كلها تجيب لنا نفس النتيجة، ما في حاجة زيادة. وكذا بنكون متأكدين إن جهازنا إذا ضاع مننا ولا إذا بعناه ولا شيء ما بيسترجع منه الشخص الذي بينزل التطبيقات هذه ولا شيء. طبعا نستطيع تكرير العملية مرة مرتين ثلاث للتأكد، نستطيع البحث عن أي تطبيق تسترجع الصور قبل ما نتأكد، قبل ما نبيع الجهاز ولا نعطيه لأي شخص، نتأكد 1000% إنه ما بترجع ولا أي صورة. خلاص بعدين إذا اتمسحت الذاكرة الداخلية في الجهاز ما عاد فيها أي حاجة، خلاص نستطيع يا إما نبيع الجهاز، يا إما نعطي الجهاز هدية ولا أي شيء.